بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى ايها المشاهدون ايتها المشاهدات مع كنوز الاسلام حصه تربويه دينيه. نبتدئ ونتوكل على الله مع اول ضيفه في هذه الحصه المباركه الا وهي الاستاذه ايمان كلاع نرحب بها ونقدم الاستاذه ايمان كلاع فهي مستشاره اسريه ومدربه في العلاقات الاسريه وعضو في الاتحاد العالمي للتدريب في العلاقات الاسريه، متحصله على دبلوم او شهاده من الاكاديميه العالميه للتدريب والتطوير. وكاول حصه ننطلق مع هذه الاستاذه الفاضله تحت عنوان مهارات وفنون زوجيه. في البدايه الاستاذه ايمان هل من كلمه افتتحيه قبل ان نتطرق الى الموضوع؟ شكرا استاذ موسى قبل ان اتحدث عن هذه الكلمه الافتتاحيه احب ان اشكرك شخصيا واشكر القناه على الاستضافه وبما انها قناه فتيه نتمنى لها النجاح ان شاء الله والاستمراريه مهارات وفنون زوجيه لماذا جاء هذا العنوان لانه نحن في المجتمع الخليه الاساسيه الاولى لتكوين المجتمع الا وهي الاسره ولاهميه هذا الاخير وهي الاسره كان لزاما علينا نحن كاباء وامهات وكمربين علينا ان نسلط الضوء على هذه الخليه الاساسيه التي تكون المجتمع وطبعا كاي مكون اجتماعي لابد ان تكون له مهارات يعني. وان الانسان لابد لما يدخل الى هذا المجال او هذا الباب لابد ان يكون لديه زاد حتى يستطيع ان يسعد وينجح في حياته الاسريه بدءا من اول خطوه يخطوها الانسان في تكوين هذه الاسره من الزواج الى اخر نقطه وهي ان يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه وقد ادى رسالته كما يجب بارك الله فيك، ممكن أن نبدأ من خلال هذه الإفتتاحية ومن خلال كلامك إلى سؤال يتبادر إلى الذهن كبداية. على أي أساس يتم اختيار الزوج والزوجة لبناء أسرة صالحة لها آثار طيبة على المجتمع وعلى الأمة؟ شكراً يعني هذا السؤال يعني اجاب عنه الرسول السلام عليه الصلاه والسلام، والحمد الله. لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه انه ما من شارده ولا وارده الا وعلمنا اياها رسول الله, صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدث الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من الاحاديث على الاسس التي يجب ان يعتمدها الانسان حتى يختار شريك الحياه، سواء كان هذا الانسان زوجا او زوجه. فبين لنا الرسول الله عليه الصلاه والسلام وقال بان المرأة تنكح لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وفيه آية قرآنية تقول يقول المولى عز وجل الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات فالله سبحانه وتعالى ومن ثم رسوله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الأسس التي يجب على أساسها أن يختار الإنسان شريك العمر واول اول معيار لابد ان نعتمده وهو معيار التدين او الدين. ولما نقول الدين هنا المقصود به الدين الاسلامي، ان يكون انسانا متدينا على اصول صحيحه وعلى وعلى قواعد، ليس التدين هذا الظاهري الذي يظهر انه متدين لكن لما نجد تصرفاته واخلاقه ومعاملاته بعيده كل البعد عن التدين. اذا فالدين ركن اساسي سواء كان للزوج او للزوجه بدليل حديث الرسول السلام أن المرأة تنكح لأربع لكن أضفر بذات الدين يعني المرأة المتدينة تغنيك وهي التي تسعدك في حياتك إن شاء الله تعالى لأن الجمال يفنى والحسب قد لا يدوم وكذلك المال والغنى أيضا لا يدوم لكن الذي يبقى ويدوم هو المعيار الديني فلذلك لابد أن يشترط في شريك العمر التدين كذلك أمر مهم جداً في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: السلام. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني ايضا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى الدين الخلق الاخلاق. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ادناكم مني منزله يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، بغض النظر كم تملك من المستوى العلمي او كم تملك من الاموال او من السلطه، لكن اكرمكم وأعلاكم مرتبة عند الله ورسوله أحاسنكم أخلاقا، أن تكون على مستوى من الأخلاق، فكذلك هذا الشاب أو هذه الشابة إذا نصيحة للشاب وللشابة إذا جاء من يخطبك أو إذا أردت أن تتزوج أو أن تخطب فلانة فعليك أن تسأل على أخلاقها، على معاملاتها، كيف تربت في بيتها؟ وأنت أيتها البنت عليك أن تسألي عن هذا الزوج، عن تعاملاته، عن عن أخلاقه، كيف هي أخلاقه في عمله، كيف هي أخلاقه في حيه؟ كيف هي اخلاقه مع امي مع اختي مع والدي فلا ان نتثبت في هذا وهو ليس معيار يعني بسيط في عندما نريد ان نختار شريك الحياه لأن هذه مؤسسه سوف تستمر معنا العمر كله فالمعيار الاخلاقي مهم جدا كذلك في دراسات ايضا تضيف معايير اخرى المعيار الاخر هو التوافق الثقافي التوافق الثقافي ولا اقول التوافق العلمي لانه فرق بين توافق ثقافي وتوافق علمي على الاقل ان تكون لنا نفس الثقافه ان نكون من نفس البيئه التي تحمل نفس الثقافه وهذا مهم جدا 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 في الحياة أو في بناء الحياة الأسرية كذلك التوافق الاجتماعي وهو ضروري ونضع ألف سطر تحت التوافق الاجتماعي لأنه أحيانا الزوج يكون من طبقة معينة في المجتمع ويريد أن يخطب بنت أقل منه بكثير جدا 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 في الطبقة الاجتماعية فنقول نقول أن الزواج غير ناجح قد ينجح أحيانا لكن الشاد لا يقاس عليه يستحب أن يكون هناك توافق اجتماعي بين الطرفين بين الزوج والزوجه حتى لا يكون هناك تصادم حتى لا يشعر الزوج او هذا الشاب المقبل على هذه الحياه الزوجيه بنوع من النقص انها اكبر وارفع منه شانا اجتماعيا او العكس تشعر هذه المراه بانها يعني حقيره او معذره على هذا التعبير او انها اقل منه منزله اجتماعيا فحبذا لو يكون هناك توافق اجتماعي بين الطرفين اما استاذي بس نعم. هذا يؤدي بنا إلى حديثك الأول الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين وركزت على الدين لكن هل يعني هذا من أنا أرى والله أعلم أنه كأن هناك تناقض تكلمت عن التكافؤ شيء جميل الاجتماعي وثقافي والثقافي وحتى الاقتصادي لكن الأربع العناصر الأساسية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هل يعني هذا أننا نستغني عن الجمال وعن النسب وعن يعني الكثير من الحاجات رغم أن التكافؤ ربما يدخل فيه حتى الجمال، يدخل فيه حتى النسب، يدخل هل, هل هل التكافؤ يعني ايضا من الناحيه الجماليه، من الناحيه من ناحيه النسب، من الناحيه الاقتصاديه؟ نعم من الناحيه الجماليه لا يشترط التكافؤ لان الله سبحانه وتعالى يعني الحمد لله على نعمه الاسلام وانا احمد الله انني امراه ان الله سبحانه وتعالى لما خلق نساء بنات ادم كلهن خلقهن على مستوى عالي من الجمال ونحن مع الأسف أننا نفسر الجمال في معايير هي ليست الجمال الحقيقي طبعا الجمال نسبي نعم يعني نعم كل نسبي شخص له ملامح ونعم وعلامات معينة نعم, نعم وأيضا لابد أن لا نغفل عن موضوع مهم وهو الجمال الروحي يعني. وهو أهم أهم شيء نسلط عليه الضوء قد تكون امرأة ملكة جمال العالم لكن روحها وأخلاقها ومعاملاتها تنفر كل من حولها فتجد أن الكثير قد لا يتدنى لها لكن في المقابل أن نجد امرأة عادية لا أقول أنها ليست جميلة لأنه لا يوجد أنا أطمن النساء أنه لا توجد امرأة غير جميلة كل النساء جميلات الحمد لله رب العالمين فإذا كانت هذه على مستوى يعني متوسط من الجمال لكن روح وأخلاقها الراقية فإنها سوف تتقدم عن هذه المرأة التي ذكرتها من قبل. التكافؤ الاجتماعي أستاذ لما ذكرت هنا أنه ضروري لماذا؟ لأنه فيه مشاكل وفيه دراسات أنا لا أقول يعني هذا الكلام من عندي وإنما هي دراسات خلص إليها أهل التخصص أنه كلما كان هناك فارق بين الطرفين بين الزوج والزوجة رح يكون هناك استدام وهناك يعني مشاكل نحن في غنى عنها نعم. نعم. هذا لا يعني أن الحياة الزوجية لا توجد فيها مشاكل توجد مشاكل لكن نحن نحاول أن نقلص أكبر قدر ممكن من هذه المشاكل طيب ممكن المشاهد الآن يستمع ويقول ماذا أصنع أنا وعندي عشرين سنة وأنا متزوج من هذه الزوجة وما فيش تكافؤ اجتماعي ماذا أصنع هل أطلق وأتزوج غيرها لا أنا لا أقول هذا الكلام وإنما هذا الكلام موجه لمن لمن هم مقبلون على الزواج يحاولوا أن يضعوا بين اعينهم هذا الاعتبار، اما الذين قد تزوجوا وفيه هذه الفروق تشعر المراه او الرجل الزوج او الزوجه بهذا الفارق عليهم ان يسددوا ويقاربوا، <applause> لانه في اسره وفي ابناء وفيها علاقات وفي كذا، فلابد هنا الانسان ان يحاول قدر المستطاع ان يصل الى حل الى هذا والعشره كفيله، العشره كفيله بان تمحي هذه الفروق المتواجدة بين الزوجين ولكن العشرة وحدها لا تكفي لا بد من معرفة أمور كثيرة جدا جدا كيف نحافظ وكيف نؤسس علاقة أسرية مستقرة ومتزنة في حياتنا بارك الله فيك يا أستاذة ربما مبارك ننتقل مبارك إلى سؤال بديهي ويطرح كثيرا لماذا نتزوج؟ لماذا يتزوج الناس؟ ما هو ما هي الحكمه؟ وهو المقصد من الزواج؟ نعم. الزواج هو اختلف فيه الفقهاء هل هو سنه ام فرض؟ لكن اغلبيه التي مالت الى انه فرض من الفقهاء وقالوا ونحن نميل الى راي الاغلبيه بان الزواج فرض على كل انسان قادر مستطيع. يعني هنا الزواج لماذا نتزوج الله سبحانه وتعالى لما سن لنا هذه الفطرة أراد الله سبحانه وتعالى حكم كثيرة جدا 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 أذكر من بينها من بينها أن يعف الإنسان نفسه فبالزواج يعف الإنسان نفسه ويكون في الحلال حتى أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني نجلس معك ونما نستمع إلى حديثك نرتقي ونشعر باننا في الأف... نسبح في الافاق العليا مع الله سبحانه وتعالى ولكن عندما نعود الى بيوتنا والى زوجاتنا ونفعل ما يفعله العاديون يعني فنشعر بالدونيه فاخبره الرسول عليه الصلاه قال له واذا وضعت نطفتك في الحرام هل عليك وزر قال نعم قال كذلك اذا وضعتها في الحلال فإد لك عليها اجر فلا بد ان نعلم أن... 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 بان الزواج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه وقد فرضه علينا لكن بطريقة حددها لنا المولى عز وجل ليست عشوائية هكذا وإنما وفق مسار معين والحمد لله كتاب الله وسنه رسول الله فيها الكثير 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 ما يغنينا وما يعلمنا وما يفقهنا في كيفيه سلك هذا الطريق وهو طريق الحلال وطريق الزواج. اذا اول مقصد للزواج هو التعفف، ثاني مقصد هو التناسل، المحافظه على النوع. يعني. الله سبحانه وتعالى خلق ابونا ادم وخلق من ضلع ابونا ادم امنا حواء وحكمه المولى عز وجل وان كان ليس مجالنا الان لكن اسلط عليها الضوء ان الله سبحانه وتعالى لما خلق خلق ادم خلقه من تراب الارض لكن حواء خلقها من روح وفرق بين التراب وبين الروح على الزوجين ان يراعي هذه الفروق بين كلا الجنسين فانت ايها الرجل الله قد هيأك الى مهام صعبه فيها من الغلظة فيها من القوة فيها من الصعوبة لكن المرأة هي روح حتى أن الرسول عليه وسلم وصفها بالقوارير فكان يقول رفقا بالقوارير فلا بد أن نعرف هذه المعايير ونعرف حقيقة تركيبة كل منا فأنت أي رجل تركيبتك غير تركيبة المرأة فإذا الله سبحانه وتعالى سن لنا هذه السنة من أجل أن نحافظ على النسل وأن يتوارث هذا الإنسان وأن يأتي أجيال فيما بعد يعبدون الله سبحانه وتعالى لأنه يقول المولى عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس عبثا وليس هباء وليس أن نرتع في هذه الأرض ونصول ونجول ولكن دون هدف ودون غاية الغاية من خلقنا هو عبادة الله سبحانه وتعالى فلابد أن نراعي هذا حتى أن الإنسان لما يتزوج في, في, في ذهنه لما يدخل إلى هذه المؤسسة من أجل أن ينجب أبناء يوحدون الله لأنه سيسأل على هذه الأمانة يعمل. فيما بعد. نعم هذا أيضا سبب من الأسباب. سبب آخر هو بث روح التعاون والتكافل بين أفراد يعمل. المجتمع. أنت أيها الزوج عندما تدخل إلى مؤسستك الزوجية وليس إلى العمل. وأنت أيتها الزوجة عندما تدخلين إلى هذا البيت وإلى هذه المؤسسة. عليك أن تراعي بأن هذا نصفك الآخر وأنت تراعي بأن هي نصفك الآخر وكل يكمل الآخر فلما ندخل بهذا هذه العقلية فإننا نشعر بأن لابد أن نحقق مبدأ المودة والرحمة ومبدأ التعاون فيما بيننا فلا الزوج يلقي كل المسؤولية على الزوجة ولا الزوجة أيضا تتم تتملص من بعض مسؤولياتها وتقول أنها من مسؤولية الزوج فلا أقوم بها وإنما لابد أن يكون هناك مؤسسه بينكما تسمى مؤسسه مبنيه على التعاون والتكافل. جميل استاذه يعني فعلا هي مقاصد عظيمه للزواج نعم. ممكن ان اختم بكلمه لنفتح المجال لفاصل ونعود نعم. شيخ الاسلام له كلمه طيبه لما يتحدث عن مقاصد خلق الانسان في هذا الكون يقول نعم. اولا العباده وثانيا هي الاستخلاف في الارض وثانيا وثالثا هو الاستعمار وهذه المقاصد الثلاث لا تتم الا بالزواج نعم. لانه لا يمكن ان نعبد الله بابناء من حرام نعم. ولا يمكن ان يتم الاستخلاف في الارض بمجتمع مجهول غير النسب غير مشروع مجهول نعم. النسب بارك نعم. الله نعم. ولا يمكن ان نعمر الارض باناس لا يعرفون اباءهم وامهاتهم نعم. أصولهم. اصولهم يعني نعم. كلام جميل نتوقف دقيقه او دقيقتين لفاصل ثم نعود ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عدنا والعود احمد نواصل مع المرشده الاسريه ايمان كلاع طبعا الاسلام من الديانات التي تتبعت موضوع الاسره من اول وهله من اول وهله وهي اختيار الزوج والزوجه إلى غاية الوفاة بل حتى بعد الوفاة تتبع الإسلام هذه القضية قضية الأسرية من خلال تقسيم الميراث والهيبة والوصية إلى آخره لكن العنصر الأساسي في تكوين الأسرة هو السعادة وهذا تطرق إليه القرآن الكريم من خلال قول المولى سبحانه وتعالى <applause> ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه. كثير من العلماء يجعلون السكن والموده والرحمه بمعنى السعاده. هل حدثتينا عن كيف تتحقق السعاده الزوجيه؟ اليوم بيوتنا خاليه من هذه القضيه، ممكن في الايام الاولى للزواج تكون هناك سعاده ولكن بعدها تبدا المشاكل مع الاولاد والظروف الاقتصاديه والاجتماعيه فتغيب السعاده عن بيوتنا. فكيف نحقق السعاده الزوجيه؟ سؤال وجيه أستاذ السعادة هو مطلب لكل إنسان خلقه المولى نعم. عز وجل طيب لكن هذه السعادة كيف نطبقها أو نشعر بها في أسرنا المشكلة أين تكمن بأن كل طرف في الأسرة أو نتحدث عن الزوج والزوجة أن الزوج ينتظر من زوجته أن تسعده والزوجة تنتظر من زوجها أن يسعدها وهذا هو الخطأ المفروض ان تنبثق السعاده من ذواتنا نحن ان اكون انا سعيده في ذاتي فاذا انا طبقت مبدا السعاده على نفسي وكنت اشعر بها وانت ايها الزوج اذا طبقت هذا المبدا واصبحت تشعر به عندما ياتي اخر النهار ونجتمع في البيت فسعيد زائد سعيده يساوي سعاده لكن نحنا مفهومنا الخاطئ لهذا المبدأ هو إنه الزوجة زوجها يغيب عنها طول النهار يأتي في الأخير هو ينتظر منها أن تسعده وهي تنتظر منه أن يأتي لكي يزيل عنها ما الضجر والملل والقلق أو إذا كانت عاملة خارج البيت يعني حتى يشعرها بنوع من السعادة فهو يأتي هل كان تعبان من العمل وهي كذلك ف. تصبح الحياة بمعنى نكدية أكثر منها أن تكون سعيدة. فتحقيق مبدأ السعادة أخواتي وإخواني، إنه لابد أن ينبطق من ذواتنا نحن، أن تشعر أنت أيها الزوج بأنك سعيد، وأن تشكر المولى عز وجل، وهذا يدخل في باب الشكر، وفي باب القضاء بقدر الله بقضاء الله وقدره، في باب الرضا بما قسمه الله لك. فإذا كنت تشعر بهذه المعاني وكنت تشعرين بهذه المعاني فسوف يتحقق لك مبدأ السعادة وتذكر وتذكر دائما بأن ما أعطاك إياه المولى عز وجل فهو بتدبر وبتدبير من المولى عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى أراد لك هذا وأنت أيها الزوج بأن هذا ما أراده لك المولى عز وجل فرضا في حديث يرعبني لكن أقوله لكم يقول المولى عز وجل عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت عقلك وبدنك وكنت عندي محموده وان انت لم ترض بما قسمته لك اتعبت عقلك وبدنك وكنت عندي مذمومه وعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في الفلات ثم لا يصيبك الا ما قسمته لك. يعني الانسان في الاخير لابد ان نرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى، لكن لا يعني الرضا بان نتواكل او ان نستسلم، لا، انت ارضى بهذه الزوجه وانت ارضي بهذا الزوج، وعليك ان تقبلي زوجك كما كما هو، ولا تفني حياتك في تغيير هذا الزوج، لانه هذا الزوج لن يتغير، لان الله سبحانه وتعالى يقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اذا اردت ايتها الزوجه وايها الزوج ان يتزو ان يتغير زوجك او زوجتك فابدا التغيير من نفسك، بان تغير انت نفسك اولا، وان تغير نظرتك للطرف الاخر بانه سيتغير ان شاء الله تعالى، ومن ثم اذا كان لدينا هذا المبدا فاننا نبدا الخطوه الاولى لتحقيق مبدا السعاده. شكرا استاذه ايمان. اذا من خلال ما فهمت ان السعاده تتم ب التعاون الاخر والاخر والتكامل في نفس الوقت وقضيه التغيير قضيه اساسيه يعني الانسان يغير نفسه نذهب الى سؤال اخر نحن نتحدث عن السعاده والاسر لا تخلو من مشاكل الزوجيه فكيف تعالج هذه المشاكل الزوجيه ومن ينصح الازواج نعم سؤال ايضا وجيه خاصة من ينصح الازواج ساتي اليه، لكن كما كنا نتحدث الان عن السعادة، لما نقول سعادة لا نتحدث اننا نعيش في مثالية، لانه الحياة الأسرية فيها مشاكل، إذا لم تكن بين الزوجين ستكون مع الأبناء، إذا لم تكن مع الأبناء ستكون مع الأقارب، إذا لم تكن مع الأقارب، يعني لابد من ذلك وهو ملح الحياة الزوجية هذه المشاكل لأنه لا يخلو بيت منها، لكن المشاكل التي تتفاقم فيما بعد ويدخل فيها طرف اخر او طرفان او ثلاث فهذه هي الـ هنا ندق نقوس الخطر وهنا المفروض أن كل زوج وكل زوجه يحاولوا انه مشاكلهم تكون فيما بينهم ولا يخرجونها الى الى الخارج، لما اقول الخارج اما الاسره القريبه يعني الام او او الاب او الاخ او الاخت او الى يعني يعني اطراف اخرى من المجتمع فهنا يصبح الخطا المفروض اني انا لا احكي مشكلتي ولا ابوح بمشكلتي الا لاهل التخصص من اهل التخصص هم الذين عندهم خبره في الحياه والخبره التي تعينني لا انني استفيد من الخبرات التي سبقتني مثلا اذهب الى ابنه خالتي او الى اذهب الى ابي او اذهب مثلا الزوج يذهب الى صاحبه او جاره او ابن عمه او كذا ويقول والله كما فلان وفلانه دارت ودار لكن العقليه هي العقليه ومش مرحين يتبدلوا وعندنا هذا الكم الغزير من المفاهيم الخاطئه انني انا اقيس حياتي على أمي مثلا أو على أختي أو على خالتي وأنت أيها الزوج يقيس حياته على أبي أو على عمه أو على ابن خالي وهذا خطأ لأنك أنت لست أباك وأنت لست أمك وهذه الزوجة ليست هي مثل زوجة فلان وهذا الزوج ليس مثل زوج فلانة فلابد هنا أن لا نقيس لأن المعايير مختلفة وخاطئة في القياس فلابد يعني اسمحك على هذه المقاطعة عموما معظم الازواج عندما تقع لهم مشاكل يذهبون الى الاهل او نعم. الى الامام. نعم. والان الحمد لله بدات تظهر هذه نعم. الوظائف او المناصب الجديده نعم. التي تسمى مستشارة اسريه او مستشار اسري هل بالامكان يعني الذهاب الى هؤلاء المختصين؟ الحمد لله رب العالمين الان فيه يعني وعي بهذا الامر واصبح هناك يعني مستشارين اسريين آه هناك مرشدين يحاولون ان آه يرشدوا هذا هذان المتزوجان الى جاده الصواب لماذا المستشار الاسري لانه هذا المستشار حيادي لا هو من جهه الزوج ولا هو من جهه الزوجه اولا ثانيا انه عنده آه الاليات من اجل آه فض النزاع او من اجل الـ 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 التوفير الـ الـ الاستقرار الاسري خاصه اذا كان هناك ابناء كذلك عنده من الحكمه ما تكفيه بان يرشد هذا الزوج ويرشد هذه الزوجه الى جاده الصواب والى الطريق الصحيح فاذا في الخلاصه هنا ماذا نقول بالنسبه للمشاكل لا نقول انها خاليه من بيوتنا لكن موجوده لكن احاول ان قدر المستطاع ان اعالجها انا بنفسي بحكمتي اذا لم استطع فانني اذهب الى اهل التخصص لا الى امي ولا الى ابي ولا الى اخي ولا الى اي طرف اخر وانما احاول ان اكون حكيما في توجهي واعرف الى من اتوجه من اجل العلاج. شكر استاذه ايمان حديثك شيق ومفيد للاسر أستاذ الجزائريه أستاذ وانت اهل لهذا الاختصاص نتمنى ان شاء الله نلتقي بك في حصص اخرى ان شاء الله تعالى. تهم الاسره الجزائريه والاسره المسلمه إن شاء الله. والاسره الانسانيه ككل اذا اخواني اخواتي في اخر هذه الحصه نشكر الاستاذه ايمان كلاع على هذه المداخلات المفيده والشيقه نتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح ومن هذه التحليلات نلتقي ان شاء الله في حصه اخرى مع الاستاذه دائما في مجال الاسره نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.